بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ المساعد الدكتور نظام حميد الأحمد، جامعة الأنبار، كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، مدرس مادة السلة في المرحلة الثانية. أخواني، احنا تطرقنا بالمحاضرة السابقة أو المحاضرة الرابعة وهذه المحاضرة الخامسة، نكمل ما تطرقنا له في المحاضرات السابقة. اتطرقنا المحاضرات السابقة على التكتيك الدفاعي، وقلنا شنو التكتيك الدفاعي، متطلبات التكتيك الدفاعي، وأنواع التكتيك الدفاعي، لأنه هذه الخطط مرتبطة واحدة بالثانية، محاضرة مرتبطة بالقبلها ومكملة اللي بعدها. فالتكتيك الدفاعي هي الخطط والأساليب والممارسات اللي يضعها منه المدرب لفريقه لعدم السماح للفريق الخصم من الدخول والتسديد على السلة. تطرقنا إلى أنواع التكتيك الدفاعي، وقلنا تكتيك دفاعي فردي، وتكتيك دفاعي جماعي، وتكتيك دفاعي فرقي. وقلنا الفردي بأشكال، في حالة اللاعب مهاجم حاصل على الكرة، وفي حالة المهاجم غير حاصل على الكرة. قلنا في حالة مهاجم حاصل على الكرة ونقوم بعدم السماح له بتمرير الكرة وعدم السماح له بالتصويب. وقلنا كذلك اللي ما حاصل على الكرة، اللي ما حاجة كرة، نمنعه من استلام الكرة ونمنعه من الحصول على موضع قدم جيد لاستلام الكرة. وكذلك قلنا النوع الثاني الدفاع الجماعي، والدفاع اللي يكون ارتباط من 2 أو 3 أشخاص يتفقون على طريقة معينة للهجوم، للدفاع والهجوم. المحاضرة السابقة تطرقنا على أنواع وليس أساليب، أنواع الدفاع رجل لرجل، وقلنا أنواع الدفاع رجل لرجل وخطط شنو. فقلنا أنواع الدفاع رجل إلى رجل هي مثل ما طرقنا، الدفاع رجل إلى رجل في كل الملعب، والدفاع رجل إلى رجل في نص الملعب، والدفاع رجل إلى رجل في المنطقة الخلفية، وطرقنا إليها بالنسبة للدفاع رجل إلى رجل المنطقة الخلفية كيف تكون، وإلى المنطقة الأمامية شلون تكون، وإلى المنطقة الوسط أو نص الملعب شلون تكون. وقلنا يسموها المنطقة الشاملة اللي طرقنا لنكون بها اللاعب يكون بعيد عن الخصم، يعني لاعب المدافع يكون بعيد عن لاعب المهاجم تقريبا متر فوق المترتين، حتى يتسنى له معالجة كل خطأ يصدر أو معالجة سرعة الخصم المهاجم والحركات الكاذبة والخداع اللي يقوم بها المهاجم حتى يستطيع أن يحدده. وكذلك لبعد المهاجم عن السلة فلا يشكل خطر جسيم على السلة، فذلك تكون المسافة بين المدافع والمهاجم بعيدة، وكل ما قرب المهاجم إلى السلة المدافع كما زاد الخطر. فنلاحظ في نص الملعب تكون المسافة أقرب بين المهاجم والمدافع تصل إلى مترتين، أقل من مترتين، لأن كل ما قل قرب المهاجم عن الهدف كل ما زادت خطورته. وهذه الحالة قلنا تطرقنا بها الدرس السابق المحاضرة الرابعة، هذه سموها في دفاع رجل يا رجل في منتصف الملعب. وقلنا هذا شو وقت تبدي عندما يجتاز الفريق المضاد، عندما يجتاز الفريق الخصوم النص الملعب تبدي بالتشكيل دفاع رجل يا رجل في منتصف الملعب. وقلنا بشروط وقياسات كذا، بأنه كل أقل المسافة بين المدافع والمهاجم. ليش؟ لأنه كل ما قرب المهاجم كل ما زاد خطورته على السلة. وقلنا لازم نميز ونخلي أساليب بأنه كل لاعب مهاجم نعين له واحد مدافع يكون مساوي له
من ناحية السرعة، اللياقة، المهارة، الطول، الخداع، غيره بحيث لا نستطيع نخلي واحد قصير القامة يلعب مان تو مان ويا لاعب طويل القامة، ولا نخلي لاعب بطيء الحركة مع لاعب عنده حركة، عنده حركات كاذبة، عنده خداع. ليش؟ لأنه هذا يجتازه، من يجتازه معناه الهدف يكون جدا سهل أمامه، لا يوجد خط دفاعي حتى يعيق هذا المهاجم. وكذلك يجب من نعين اللاعب المدافع على اللاعب المهاجم. اللاعب المدافع يكون المهاجم أمام عينه 24 ساعة، المهاجم يكون أمام عين المدافع. ليش؟ لأنه يلاحظ تحركاته في الرجل لرجل. المدافع ينظر إلى اللاعب وليس ينظر إلى الكرة، يعني يقوم بمراقبة المهاجم. أما في دفاع المنطقة تطرقنا بالمحاضرة الثالثة والثانية، قلنا لا، المدافع يقوم بمراقبة الكرة. ليش؟ لأن كون الكرة قريبة عليه في المنطقة المحرمة وقريبة عن منطقة الهدف. أما في دفاع الرجل لرجل لا، يكون مراقبة المدافع إلى المهاجم، مراقبة حركته وليس مراقبة الكرة. ليش؟ لأنه المهاجم في إيش حالة في الدفاع لرجل لرجل، حاول يقوم بحركات كاذبة، يقوم بحركات زواغان، يقوم بحركات التفاف، بحركات اختراق، بحركات تمويه. فيجب على المدافع يحط نظرة كل هذه الأمور حتى شنو؟ حتى ما يوقع فيها خطأ ويجتازه المدافع. وكذلك تطرقنا إلى الحالة الدفاعية اللي تحت الهدف، وهي من أصعب الحالات وأخطرها. ليش أصعبها وأخطرها؟ لأن تتطلب جهد بدني جدا عالي من المدافع، تتطلب لياقة، تتطلب ذكاء، تتطلب مهارة، وتتطلب تحسس يعني. وكذلك اللاعب المدافع يكون جدا قريب عن المهاجم، كل ما قرب المهاجم من السلة كل ما زاد قرب المدافع عنه، وكلما زاد المدافع من تشويش على المهاجم وعدم السماع له اختراقه، وعدم السماع له تمرير الكرة، وعدم السماع له من التصويب على الهدف. ليش؟ كون المهاجم يكون قريب، من كان قريب وبراحته إذا يستطيع أن يهدف. لكن المدافع شو يسوي؟ يعرقله، يشوش عليه، يخليه محرج، عدم إعطائه الراحة الكاملة بالحركة، عرقله. فهذه الأمور كلها تؤدي إلى ضيعان فرصة تهديف الهدف إلى الفريق المهاجم. اليوم راح نكمل هذه الحالة، قلنا هذه نسميها أنواع الدفاع رجل لرجل اللي اتطرقنا إليه، وقلنا أنواع الدفاع رجل لرجل شلون تكون، ولازم اللاعب أن يكون عنده جدا مهارة عالية، عنده لياقة، عنده مطاولة، وكذلك عنده ذكاء بالنسبة للاعبي المانتومان. وليش المانتومان؟ تتطلب جهد بدني جدا عالي، فلا نستطيع نلعب مانتومان في كل الملعب في كل الفترة. إذن يكون مقتصر في فترات معينة تتطلب لعب الرجل لرجل، احتمال في الدقائق الأخيرة في حالة خسران فريق المدافع بقسم من النقاط، في حالة الفريق المهاجم فاز قسم النقاط يحاول إضاعة الوقت. هذه الحالات كلها هسه نتطرق لها. اليوم محاضرتنا الخامسة هي أساليب. عندنا أساليب تطبيق الدفاع لرجل، عندنا أساليب تطبيق الدفاع رجل لرجل. الأساليب تطبيق الدفاع رجل لرجل عندنا أول بعد الدفاع رجل لرجل عن بعد. شنو يعني عن بعد؟ أسلوب عندنا بالدفاع رجل عن رجل، عندنا أساليب عديدة. يكون أول أساليب هذا أسلوب الدفاع، يعني طريقة أسلوب الدفاع، يعني طريقة الدفاع، يعني كيفية الدافع، شلون تعمل الدفاع. هذا الدفاع يكون عن بعد. ليه سميناه عن بعد؟ عن بعد لكون المهاجم والمدافع يكون قريب فوق من مترتين. المدافع لا يكون قريب جدا عن المهاجم، يكون أكثر من مترتين عن المهاجم. ليش؟ لأن المهاجم لا يسجل خطر
جسيم على الهدف لأنه كونه بعيد. وكذلك هذا نوع من الدفاع دائما يستخدم مع الفريق المهاجم اللي يتمتع بالسرعة والحركة واللياقة والمهارة والخداع والذكاء. ليش؟ لأنه الفريق المدافع من يكون الفريق الخصم يتمتع بسرعة الحركة والخداع والذكاء والمهارات الفردية التكنيك العالي، هذا يساعد الفريق المهاجم من تغلب على الفريق المدافع وكذلك من اختراق الفريق المدافع في أي لحظة يخفل عنها المدافع. في هذه الحالة من يكون الفريق المهاجم متغلب على الفريق المدافع بالسرعة والمهارة والقابلية نلعب مع الدفاع عن بعد. الدفاع عن بعد هو وسيلة معينة لمنع الفريق المهاجم من الوصول إلى الهدف وتسجيل الهدف. فهذا يكون المسافة بين المدافع والمهاجم تقريبا مترتين ونص، ويتعين على مدرب تعيين كل لاعب مدافع لكل لاعب مهاجم يكون موازي له من ناحية القوة والطول، الرشاقة، السرعة، الخداع، وكذلك يكون مراقبة جدا قوية، ومراقبته يكون مراقبة للاعب وليس مراقبة للكرة، لأن الكرة متغيرة من خلال الخداع. يكون مراقبة لكل لاعب للاعب الخصم مالته، ويكون مسافة بينه وبينه مترتين ونص لين يكون مسافة عن بعد. في حالة استخدام المهاجم الخداع أو الحركات الكاذبة يستطيع المدافع تلافي هذه الحالة، أو من يكون سرعة المهاجم عالية أسرع من سرعة المدافع فيستطيع المدافع تلافي الخطأ اللي ذاق به، أو يستطيع المدافع يغير عدم السماح للمهاجم باجتيازه كونه أسرع من عند المسافة مترتين ونص. ليس بالسهولة يقطعها المدافع بينه وبين المهاجم بكل سهولة، لا. إذا المدافع يستطيع منع المهاجم من السير والوصول إلى الهدف من خلال هذه المسافة. هذه المسافة اللي نقول اسلوب دفاع عن بعد دائما نستخدمه في المناطق التي لا يشكل بها المهاجم خطر على سلة الخصم، وكذلك ليس فقط في حال حصول المهاجم على الكرة. ممكن المهاجم حاصل على كرة أو ما حاصل على كرة، حتى إذا ما حاصل على كرة هم نمنعه من استلام كرة، من تمرير كرة، من إعطاء كرة، هذا كله نمنعه من عنده. عندنا أسلوب ثاني في الدفاع رجل لرجل، هو اللي نسميه الدفاع رجل لرجل عن قرب. هذا شو وقت نستخدمه؟ قلنا احنا بالمحاضرات السابقة كل ما قرب المهاجم من السلة كل ما زادت الخطورة. بما انه تزداد الخطورة يتحتم على المدافع التقرب من الخصم لمنع من اجتياز، منع من اختراق، منع من تمرير الكرة، منع الدخول الى الهدف، وكذلك منع من اجتياز المدافع لانه لا يوجد خط دفاعي ثاني. في المانتومان في لعب رجل لرجل لا يوجد خطوط دفاع تختلف عن دفاعات المنطقة، عندنا دفاع خط أول، عندنا دفاع خط ثاني. أما المانتومان أو دفاع رجل لرجل لا توجد لعب خطوط، كل مدافع عن نفسه، كل لاعب يدافع عن نفسه ويدافع عن خصمه، بس في حالة اجتيازه معناها يكون الهدف جدا بسيط أمامه. فتكون المسافة في هذه الحالة أقرب، تكون المسافة أقرب ودائما في هذا الحال تكون قريبة عن الهدف، يعني تقريبا في منتصف الملعب. ودائما هذا تكون يعني في حال قرب المهاجم من السلة أو قرب من الهدف.
فنستخدم هذا النوع. عندنا النوعية الثالثة وهي النوعية المهمة أو الأسلوب المهم في عرقلة المهاجم، ونعتبر هذا الأسلوب جدا فعال في كرة السلة. هذا الأسلوب يسموه الأسلوب الضاغط أو الدفاع الضاغط. هذا الأسلوب أو الدفاع الضاغط هو من أصعب أساليب الدفاع المتخذة في كرة السلة. هذا الدفاع أو الأسلوب يتطلب تدريب عالي ومهارات عالية وذكاء ولياقة وبدنية عالية، وكذلك دراية باللعبة، ويكون من الأمور التي تعيق المهاجم من تحقيق أهدافه. فالفريق الضاغط أو أسلوب الضاغط لا سميناه أسلوب الضاغط، هو الأسلوب الضاغط يعني يضغط المدافع على المهاجم، ليس من أجل منع من التهديف فقط. في حالات يضغط المدافع على المهاجم عندما يكون المهاجم فائز بنقطة نقطتين ثلاثة أربعة، ويحاول الفريق المهاجم نتيجة تعليمات المدرب ماله بإضاعة الكرة بتأخير الكرة، فيقوم المدافع باستخدام أسلوب الضاغط لمنع الفريق الخصم من تمرير الكرة، من إضاعة الوقت، من تأخير اللعب، من اجتياز الخصم، وتكون المسافة قريبة بينه وبين منه بينه وبين المهاجم، يعني تقرب المسافة بين المدافع وبين المهاجم. ففي الآونة الأخيرة لفعالية هذا النوع من الدفاع ولوجود خطط عديدة جدا بالنسبة للمهاجمين، المدربين اهتموا بتنمية هذه الحالة من أساليب الدفاع، اهتموا بها من خلال تدريب الفريق، من إعداده، توعيته، تنمية مهارات مالته، تنمية السرعة، وكذلك توجيه اللاعبين إلى هذه الحالة اللي تعتبر الحالة الأصح والأفضل في عرقلة وإيقاف الخصم والوصول إلى سلة الهدف. فنلاحظ في اللعب هناك الفرق الفائزة أو التي متقدمة بفارق قليل من الأهداف تحاول تضيع الوقت ليش؟ حتى تحافظ على نتيجة المباراة وتطلع هي الفائزة. في هذه الحالة الوقت يكون إيجابي من ناحية الفريق المهاجم، أما الفريق المدافع اللي يكون خسران بهدف نقطتين نقطتين ثلاثة، فيكون إضاعة الوقت بالنسبة إليه غير جيد وما يخدمه. فيجب على الفريق المدافع اختصار الوقت واحتفاظ الوقت من ناحية المهاجم بالكرة، شلون يستطيع يحدد ويمنع المهاجم من الاحتفاظ بالكرة، يشوف يقوم بالهجوم بالدفاع الضاغط على جميع لاعبي الفريق المهاجم، ويكون ضاغط جدا عليه حتى شنو، حتى لا يستطيع المهاجم من إضاعة الوقت ولا يستطيع من تمرير الكرة والتهديف. فهذا أسلوب جدا جيد من ناحية المدافع اللي يكون متأخر في بعض النقاط أمام الفريق المهاجم. عندنا نقطة أخرى وأسلوب آخر يسموه يعني عندنا الدفاع الضاغط، طرقنا أسلوب الدفاع الضاغط بعدة أنواع، هم يكون الدفاع الضاغط في كل الملعب ودفاع الضاغط في نص الملعب، وأكو فوارق بين دفاع الضاغط في كل الملعب ودفاع الضاغط في نص الملعب. شلون؟ الدفاع الضاغط في أن يكون كل الملعب، هذا يكون ينتشر على جميع اللاعبين في الملعب كامل،
بحيث يمنعها من استلام الكرة، يمنعها من ولو يكون شوية بعيد، يعني يكون بعده أكثر من الدفاع الضاغط في منتصف الملعب. طبيعي كل الملعب يكون البعد يكون أكثر، فيكون هذا الدفاع في كل الملعب، الملعب شامل، كل لاعب يكون مسؤول عن من؟ عن اللاعب المهاجم، ويراقبه ويقوم بمراقبته مراقبة دقيقة، يمنع من كل الأمور اللي تؤدي إلى حيازة الكرة والتهديف على الكرة. وأدى الدفاع الضاغط في منتصف الملعب. في منتصف الملعب في هذه الحالة ينسحب اللاعبين المدافعون إلى منتصف الملعب ينتظرون أو ينتظرون المهاجمين حتى يقومون بالهجمة، ينسحبون إلى منتصف الملعب. هذا النوع يحتاج إلى قدرات دفاعية عالية ولا مهارات، ومن شروط نجاحها يجب أن تكون عندك سرعة وعندك مطاولة، لأن مو بالبساطة أنت مدافع تفقد كرة وترجع إلى نص الساحة بسرعة، ويجب أن تكون عندك مطاولة ويجب أن تكون عندك سرعة. وهذه الطريقة يجب أن يكون عندك لاعبين احتياطيين تتطلب جهد بدني جدا عالي. وهذه الحالة نشوفها يكون بها تغير إلى أماكن اللاعبين، يعني اللاعب ما يستمر مكان واحد، لا يتغير من مكان لمكان حسب وضع الكرة، حسب متطلبات الكرة، حسب متطلبات اللعبة. ليش؟ لأنه في منتصف الملعب كانت الكرة قريبة عني واني موجه إلى أقرب خصم الثاني، فأستغل هذه الحالة أوقف الكرة حتى لو كان هذا الخصم مو خصمي، أوقف الكرة لي حين رجوع بقية الفريق مالتي وأتخلى عن هذا اللاعب، المهم أخر اللعبة حتى ما توصل إلى الهدف مالتي. ففي هذه الحالة الملعب في كرة السلة نقدر نقسمه إلى أربع مناطق: المنطقة الخطرة وهي المنطقة اللي نقول محيطة بالهدف أو منطقة الهدف، والأمام المنطقة الثانية، والملعب الثالثة، وجميع الملعب الرابع. فكل ما قلت المنطقة عن الهدف كل ما زاد خطر الدفاع، خطر الهجوم عن الدفاع، وكلما زاد سرعة اللاعبين المهاجمين وقابلياتهم كلما زاد الخطر على المدافع، وكلما تحلى المهاجم باللياقات البدنية والجسمانية والمهارات التكنيكية وكذلك التكتيك وكذلك الخداع واختراق الخصوم، كلما زاد الخطر على السلة. فأهم هدف عندنا بالنسبة لنا دفاع رجل رجل التغيير عدم فسح المجال للخصوم من الاجتياز، عدم فسح المجال للخصوم من استلام الكرة، عدم السماح للخصوم من أخذ حريته في التهديف والتصويب والتمرير وغيرها. نقوم بالتشويش على الخصوم حتى لا يستطيع من أخذ حريته والتهديف بكل راحة. عندنا أسلوب آخر وهو أسلوب الدفاع رجل رجل بالتغيير. شو يعني بالتغيير؟ يعني على سبيل المثال أني مدافع وفريق المهاجم هجموا علينا، أنا أتفق مع شخص أو شخصين من جماعتي ونقوم بالتغيير مع بعضينا في حالة تحرك اللاعب اللي مكلف أني به، مثلا لاعب مكلف أني به أمامي صار بي لكرة فتحرك إلى منطقة جدا بعيدة، أني مو من المعقول أظل أركض وراء وأترك منطقتي الأساسية. أتفق مع صاحبي المدافع من اللي معايا بالتغيير، التغيير بأنه أنا أتغير على هذا الشخص وهو يتغير على الشخص الثاني لحين زوال الخطر أو لحين فقدان هذا الشخص الكرة. شلون يعني؟ أني مخصص لي لاعب أقوم بمراقبته من استلام الكرة، أقوم مراقبته بالحركة،
أقوم مراقبته بكل شيء. وجماعتي الأربعة اللاعبين فريق المدافعين كذلك كل واحد إلى لاعب معين يقوم بمراقبته. ومن دقيقة استلام الكرة أو دقيقة استلام الفريق المضاد الكرة ويقوم مراقبة حركاته وعدم السماع له بحصول على منطقة قدم أو حصول على منطقة مريحة داخل المنطقة المحرمة. ففي حالة كون الشخص اللي مكلف آني بمراقبته ومتابعته وملازمته قلنا احنا من أتابع على جسمه ما أتابع على الكرة، يعني ما أتابع الفريق أو الدفاع يكون دفاع عن الكرة، لا يكون دفاع عن اللاعب نفسه. فهذا اللاعب يريد يفلت مني، يريد يبتعد مني لأنه آني ضاغط عليه، آني مشوش عليه، آني ما أسمح له يهدف، آني ما أسمح له يقترب، ما أسمح له يمر الكرة. فنشوفه يذهب إلى مكان بعيد يحل واحد مكانه والكرة بعدها معاه. فأني مو من المنطقي أو مو من الضروري أظل أني مستمر وأركض وراء وأظل ملازمة إليه وين ما يروح، لا. في هيج حالة يصير عندي تغيير اتفاق مع جماعة المدافعين، يظهر لي شخص ثاني يستلم مني وأنا أستلم اللاعب الثالث لحين زوال الخطر أو لحين فقدان هذا اللاعب الكرة وتصويب الكرة للهدف أو تمرير الكرة للخصم الثاني أو تمرير الكرة للثالث أو فقدان الكرة وحيازتنا على الكرة أقوم بتركه. وكذلك عند زوال الخطر من هذا اللاعب أقوم إلى الرجوع إلى منطقتي وصاحبي اللي اتفقنا وياه على التغيير يرجع إلى منطقته. ممكن تغيير التغيير يسموه خطة جماعية. ليش سمينا خطة جماعية بالتغيير؟ لأنه الخطة الجماعية هو الخطة اللي توضع إلى لاعبين أو ثلاثة. أما من تكون فريق خمس لاعبين سميها خطة فرقية، تكون لاعب واحد خطة فردية، من يكون لاعبين أو ثلاثة هي خطة جماعية. فإحنا عندنا الخطة الجماعية وهي خطة التغيير. التغيير نتغير بيناتنا، نتقاطع بيناتنا، نتغير بيناتنا. الهدف مالته الحصول على الكرة وعدم الانجرار وراء الشخص اللي حامل الكرة ويصير بها مسافات بعيدة. عندنا الدفاع رجل إلى رجل بالالتقاط، وكذلك عندنا الدفاع رجل إلى رجل بالسقوط والاقتراب. شنو يعني بالالتقاط؟ يعني فريق الهجوم في حالة يعني فريق هجوم يهجم على فريقنا وحامل الكرة وإحنا استطعنا فريق من حصول على الكرة من الخصم، فلا يستطيع الفريق المدافع له الوقت الكافي لكي يلازم خصم المسؤول عليه ولإيقاف هجوم الخصم. فمثلا أني عندي الخصم مالتي حصل على الكرة، حصل على الكرة والخصم مالي بعيد عني أمام شخص ثاني من فريقي، هذا لا يعني أني بالضرورة إلا أروح عليه حتى أوقفه، لا. الشخص الثاني يقوم بالالتقاط. الالتقاط شنو؟ بعد حصول هذا اللاعب على الكرة يقوم بالعمل، نفس العمل اللي أقوم به أني لو كنت أني أمامه، يقوم يوقفه يعني يلتقط هذا، يوقف اللاعب ويعرقله لحين أني ما أرجع وباقي اللاعبين يرجعون إلى المنطقة الخلفية مالته حتى شنو يمنعونها. هذا يسموه التقاط، وهو يلتقط الشخص المقابل أمامه، يا الشخص القريب يعني انقطعت الكرة من عندي أني مهاجم، انقطعت الكرة من عندي حصل المدافع منه القريب اللاعب اللي حصل الكرة هو يقوم بإيقافه، يقوم بعرقلته بغض النظر حتى لو كان هذا مو مخصص إليه. إذن أي لاعب قريب على اللاعب الذي يحصل على الكرة هو الذي يقوم بإيقاف اللاعب ومنع من الحركة لحين رجوع بقية اللاعبين وتأخير اللاعب حتى شنو، حتى لا يستطيع يتمتع بالكرة ولا يستطيع يهدف ولا يستطيع تمرير الكرة، نستطيع نضيع وقت إلى هذا اللاعب ما نخلي
ياخذ الوقت براحته. هذا يسموه الالتقاط. وبالالتقاط يكون كل لاعب مسؤول عن لعبة بعد زوال الحالة. يعني أنا بالالتقاط أنا وقفت هذا أمام اللاعب اللي حاصل على الكرة هو اللي أصلاً أنا ما مكلف به، ما مكلف بمراقبة هذا اللاعب، لكن لكونه حصل على الكرة وأمامي حتى أمنعه من شنو؟ من دخول الهدف مالتي وأخر لحين رجوع اللاعبين مالتي، لأن كنا كلنا متقدمين لحين رجوع اللاعبين مالتي أحاول عرقل هذا اللاعب وأخره، وبعدين يرجع كل لاعب إلى وضع الطبيعي، كل لاعب إلى وضع الطبيعي، وكل لاعب مسؤول عن اللاعب المخصص إليه. ودائما في حالة فقدان الكرة الفريق المهاجم في حال فقدان الكرة لا يجوز للفريق الرجوع وظهره إلى الخصم، لا ترجع إلى الخلف. ليش؟ لأن دائما تكون الكرة والخصم أمامك حتى لو كانت السرعة غير كافية. فلذلك ليش احنا دائما ننمي السرعة بالنسبة للاعبين؟ من تنفذ كرة انت في حال هجوم وانقطعت الكرة منك، فمن تنطي ظهرك وتركض ترجع إلى الهدف ممكن الكرة تجي فاس تتمر الكرة من فوقك وانت منطي ظهرك، فلا تستطيع الحصول على الكرة أو معالجة الخطأ اللي قمت به وهو رجوعك إلى الخلف. إذن يكون الرجوع إلى الخلف وليس دوران الجسم والرجوع إلى الحال. عندنا أسلوب بالنسبة آخر وهو أسلوب الدفاع رجل إلى رجل بالسقوط والاقتراب. ماذا يعني السقوط والاقتراب؟ السقوط ليس السقوط على الأرض، لا، السقوط والاقتراب هو السقوط هو الرجوع بخطوة أو خطوتين إلى الخلف، والاقتراب هو التقدم بخطوة أو خطوتين إلى الأمام. متى نطبق السقوط ومتى نطبق الاقتراب؟ أنا مدافع، عندما يكون مهاجم حاصل على الكرة مهاجم على الهدف مالتي، الهدف ماله الحصول على هدف، أنا واجبي أمنع من الحصول على الكرة ومن الحصول على هدف وأمنع من التصويت ومن التمرير ومن الاستلام. في حال حصول على الكرة أقوم ب يسموها بالاقتراب، أتقدم عليه في حالة حاصل على الكرة أكون قريب جدا عليه، لكن في حالة إعطاء الكرة إلى شخص ثاني من فريقه أنا أرجع خطوتين إلى الخلف. هاي يسموها السقوط والاقتراب. السقوط يعني تسقط ترجع إلى الخلف خطوتين، والاقتراب تتقدم إلى الأمام. إذن السقوط تتطبق عندما يفقد المهاجم أو عندما يفقد الشخص المكلف به أني الكرة. الشخص أنا المكلف به ملازمته متابعته والسير معه وملاحظته ومنعه من كل كرة بيده، أكون أني قريب عليه وسموه بالاقتراب. لكن في حالة أعطاء الكرة شخص ثاني انتبهت الحاجة منه، لأن الكرة راح إلى شخص ثاني، أنا شو أسوي؟ أطبق السقوط وأرجع خطوتين إلى الخلف. الشخص الثاني اللي هو صاحبي يقوم يطبق الاقتراب لأنه كان في حالة سقوط. في حالة سقوط ليش؟ لأن يعني كان الخصم ما حصل على كرة، الخصم كان بدون كرة، لكن في حالة استلام الخصم الكرة يكون المهاجم حاصل على كرة ويشكل خطر، فإذا صاحبي يجب أن يقدم عليه ويعمل اقتراب يكون قريب عليه جدا. وفي حالة إعطاء الكرة إلى شخص ثالث كذلك المدافع يرجع إلى الخلف وتسمى عملية السقوط. الشخص الثالث اللي حصل على الكرة المدافع المسؤول عليه يقوم بالتوجه والاقتراب من عنده. إذن في السقوط الاقترابية في حالة حصول المهاجم على الكرة الشخص الذي يقوم بملاحقتي ومتابعتي يقوم بالاقتراب إليه في حال حصوله على الكرة ويكون قريب جدا عليه ويمنع من الحصول على الكرة. أما بقية اللاعبين المدافعين كونهم المهاجمين اللي أمامهم لا يحصلون على الكرة فيكونون بعيدين عنهم، وفي حالة تمرير الكرة إلى مهاجم ثاني اللاعب المسؤول على المهاجم الثاني يقوم تغيير من السقوط إلى الاقتراب، والاقتراب
الى اللاعب المهاجم حتى يمنع من السير بالكرة وتمرير الكرة والتصويب وتشويش على الخصم حتى لا يستطيع تمرير الكرة او الدخول او الزوغان الى ارض الملعب والتأهيل. هذا يسموه السقوط والاقتراب. اذا نرجع كمحصلة الى موضوعنا اليوم، المحاضرة الخامسة هي اساليب الدفاع رجل لرجل. وقلنا اساليب الدفاع رجل لرجل اولاد الدفاع عن بعد، والدفاع عن قرب، والدفاع الضاغط، والدفاع بالتغيير، والالتقاط، والسقوط، والاقتراب. الدفاع رجل عن بعد شنو يعني؟ المدافع يقوم بمراقبة المهاجم مراقبة دقيقة عند استلام الكرة، ويكون بعيد عنه مترتين مترتين ونص عن المدافع، ولا لأنه لا يشكل خطر على الهدف كان في الساحة الكبيرة الساحة الشامل الدفاع عن بعد دفاع شامل. ففي حالة الهجوم إذا كان المهاجم عنده خداع عنده سرعة، طبعا هذا يستخدم دائما عندما يكون المهاجم عنده سرعة أسرع بالفريق المدافع وعنده خبرة ولياقة وخداع أفضل من الفريق المدافع، نستخدم إياه دفاع عن بعد حتى ما يجتازنا، حتى ما يجتاز المدافع، من أخليه قريب عليه لا يجتاز بكل سهولة. فنشوف المدافع المهاجم عنده قابلية وعنده سرعة عالية وعنده لياقة بدنية عالية وعنده تحمل وعنده ذكاء وعنده قوة جسمانية، نكون نلعب له الدفاع عن بعد، ودائما نخلي له الشخص المدافع موازي له من ناحية الطول، من ناحية السرعة، من ناحية اللياقة إذا أمكن. أما النوع الثاني تطرقنا إلى وهو الدفاع رجع عن قرب. قلنا كل ما قربت الكرة عند الخصم من السلة، كل ما زاد خطر الكرة علينا، كل ما زاد خطر اللاعبين علينا، وكل ما زاد خطر اللاعبين على هدفنا يتحتم علينا يستجب علينا منع هذا الخطر ومنع من وصول إلى السلة الفريق مالتنا. كيف نمنع هذا؟ كل ما قربت الكرة علينا كل ما زاد قربنا على المهاجم، كل ما المهاجم يتمتع بالكرة وكل ما قرب المنطقة الخلفية مالتنا اللي تحت السلة كل ما زاد قرب المدافع عن المهاجم ويكون ملاصق إليه ويشوش عليه ويمنع من تمرير الكرة ويمنع من الاختراق، وكذلك يمنع حتى باطن اللاعبين كله، يمنع اللاعبين الباقين المسؤول عليه من استلام الكرة، من أخذ موطى قدم بحيث يستلم الكرة براحته، من التصويب. فنشوف في أي حالة اللاعب الحاصل على الكرة تكون صعبة عليه تمرير الكرة والتأليف، لأنه لا يتمتع بحرية كاملة، لأن أكو خصم أمامه، أكو خصم مدافع عنيد قوي يشوش عليه، ما يسمح له يهدد، ما يسمح له يجتاز، ما يسمح له يمرر الكرة. هذه كلها عوامل تؤدي إلى عدم راحة المهاجم، وعندما عندما تكون هناك عدم حرية للمهاجم يكون تسجيل الهدف يكون نصيبه أقل. فهي حالة قللنا من تسجيل الهدف وكذلك قللنا من تمرير الكرة على الهدف. عندنا النوع الثاني أسلوب الثالث اللي تطرق عليه أسلوب الضغط. هو أسلوب الضغط يكون شنو أسلوب الضغط؟ يكون أسلوب الضغط هو الدفاع الضاغط، يكون دفاع المدافع يكون جدا قريب على المهاجم وضاغط عليه بحيث يكون ملازم إلى من خطوة بخطوة، ملازم إلى خطوة بخطوة، لا يسمح له بالتمرير لا بالاستلام بأي حركة، ودائما يكون سريع الحركة مثله. عندنا النقطة الرابعة اللي طرقنا لها هو الدفاع رجل التغيير. التغيير شنو يعني؟ قلنا المهاجم حاصل على الكرة فتغيرت الكرة إلى شخص ثاني، فأنا لا أستطيع أوازي الكرة وأركض اللاعب هذا وأظل مساير إليه، بينما يكون تغيير بيني وبين صاحبي اللي متفق عليا نسوي خطة بيني وبين نسمي خطة جماعية بين لاعبين أو ثلاث لاعبين من لاعبي الدفاع. في حالة أفقد هذا اللاعب الحاصل على الكرة، الشخص صاحبي يقوم بالتوجه إلى وأنا أتوجه إلى الشخص اللي صاحبي ما يكون مسؤول عليه. هذه الحالة ألعب بها لحين زوال الخطر اللي يتمثل بحصول المهاجم على الكرة. ف
يحارب ضمان المهاجم على الكره، ارجع الى مكاني كمن يرجع الى مكانه. الدفاع رجل قبل الالتقاط شنو يعني؟ الالتقاط في حال فقدان الكره من الفريق، في حال فقدان الكره من الفريق يقوم الفريق المقابل اي لاعب قريب الى اللاعب الذي حصل على الكره يقوم بعرقلته بغض النظر الا هو اذا هو معين له او معين له. على سبيل المثال معين على واحد والله معين على واحد نلزمه نلعب يوم انتم، لكن هذا الشخص قطع الكره هو قريب عليه بس هو مو صاحبي اللي انا متعين عليه، انا مجبر بانه اعالج الموقف وامنعه واحاسبه واكون عنيد معه وامنع المرور حتى لو كان مو صاحبي. للحين رجوع جماعتي الى الخلف حتى يتسنى لهم ما اخذ موقف دفاعي يمنعون الخصم من تسجيل الهدف. بعد ذلك جماعة الفريق لا من المفروض في حالة الرجوع يرجعون بسرعة ولا يعطون ظهرهم إلى الخصم إنما يكون رجوع إلى الخلف ليتسنى لهم معرفة الكرة ومسير الكرة حتى تكون كرة فاص أو غيرها وغيرها من يكون المدافع راجع إلى الخلف وعين على الكرة يستطيع قطع الكرة أو تلافيها، أما من يكون ظهر على الكرة لا يستطيع ما يستطيع معرفة مسار الكرة. عندنا الحالة الثانية الأخيرة هي رجل بالسقوط والاقتراب. شو يعني سقوط والاقتراب؟ السقوط والاقتراب هي يعني مكلف بلاعب، هذا اللاعب في حال حصول على الكرة أن يقوم بالاقتراب منه قدر المستطاع ويكون قريب عليه، وفي حال فقدان الكرة في السقوط أرجع منه خطوتين ثلاثة. إذا كل لاعب من اللاعبين الخمسة هاي يسمى السقوط والاقتراب لأنه ما يشكل خطر في حال فقدان الكرة من عنده وأعطاه الكرة لشخص ثاني هاي تنتهي حاجة منه ما يمثل خطر على السلامات فأرجع عنه أرجع عنه خطوتين، هذا الرجوع يسمى بالسقوط. أما الاقتراب هو في حال حصوله على الكرة ويشكل خطر على السلة فأنا شو أسوي أتقدم عليه حتى أكون شنو قريب منه ومنعه من تمرير الكرة وامنعه من التهديف والتصويب. هذا يسموه ليس فقط يعني هذا جميع الفريق المدافع يقوم بهذه المهمة السقوط والاقتراب، هو الاقتراب على أي لاعب من فريق المهاجم عند حصول الكرة والسقوط الرجوع على اللاعب بعد زوال الكرة من الفريق المهاجم. أخواني أعزائي الطلبة ننهي المحاضرة الخامسة اللي تطرقنا بها إلى أساليب الدفاع رجل لرجل في كرة السلة، وإن شاء الله نالت إحسانكم. وهذه كانت محاضرة مكملة المحاضرة الرابعة اللي اتطرقنا بها نوع الدفاع، وإن شاء الله المحاضرة القادمة تكون عن الدفاع المركب في كرة السلة، وكذلك هي تكملة إلى المحاضرة اللي تطرقنا عليها هذا اليوم. فقدم جزيل الشكر إلى أعزائنا طلبتنا أعزاء لإصغائهم، وإن شاء الله تكون محاضرة مفيدة لهم، وشكرا جزيلا والسلام عليكم.